مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام وفي حلقة جديدة من برنامج ليش. اليوم سؤالنا بتعلق في أحداث مؤسفة سبقها للأسف الشديد قطع للتيار الكهربائي عن مخيم نور شمس. في ظل ما حدث ليلة أمس وفي ظل الأحداث اللي كانت هون من مواجهات بين شباب المخيم وقوات الأمن، السؤال اللي بنطرحه في البداية وهو سؤال مركب بكل حال، إنه ليش بداية في قطع للتيار الكهربائي بشكل متكرر عن مخيم نور شمس دون باقي مناطق طول كرم وضواحيها؟ ليش قطع التيار الكهربائي دفع بأولئك الشباب للقيام باحتجاجات وتسكير الشارع الرئيسي الرابط بين نور شمس وطول كرم، وبالأخير مواجهات مع قوات الأمن؟ ليش ما في مسؤول شاف بعين البصيرة هالقضية وحاول يحلها بصورة حسنة وبصورة طيبة وجيدة دون الوصول لهيك مواجهات؟ ليش كمان شباب المخيم بدل ما يكون احتجاجهم سلمي والاعتصام أمام بلدية طول كرم أو أمام منزل حتى المحافظ أو أمام أي مؤسسة لينالوا حقوقهم بقوموا بهيك أعمال ممكن تؤدي للخرق وللإساءة للأمن وللسلم الأهلي والمجتمعي في طول كرم؟ مشاهدينا خليكم معنا في الحلقة الجديدة من برنامج ليش لنشوف آراء المواطنين وكمان نشوف آراء المعنيين والمسؤولين في هالقضية اللي بتخص كل أهل مخيم نور شمس. كان ندفع 30 سنية وما يوصل لناش مستحقات اللي عند البلدية، هاي مش مشكلتنا، مشكلتنا جد الفساد. هاي هالمخيم ما عندوش مشكلة، احنا رجعونا الخط اللي لنا 250 ميجا، بعدين احنا يجونا بالحسنة يجوا يقعدوا معنا مش يجوا يودونا جيش واعتقالات ودنيا. احنا ما بنجيش بنقطعش بالكهرباء. بالنسبة لموضوع الكهرباء، احنا زي ما كان لك الشاب من 30 سنة اول مخيم بالضفة الغربية ملتزم بدفع الكهرباء. من 30 سنة مش من اليوم، من اول ما جت الكهرباء كانت لجنة شكلوها اختيارية وكل العالم ملتزمين. صارت المشكلة بسنتين ثلاثة كنا ملتزمين، الدكتور سلام رتب لنا عدادات اول مخيم بالضفة، عامل كل المخيمات، ولا مخيم بالضفة بيدفع كهرباء، ولا جنين ولا مخيم العين ولا عسكر ولا احد ولا الامعرز. بيقولوا على التلفزيون المسؤولين قاعدين انه في مخيمات بتدفع. انا بتحداك اذا ايات مخيم بيدفع. طب احنا بكينا ملتزمين وبندفع ويا محلانا. طب ايه صار عندنا خلال، اخذوا البلديه من خطنا اللي هو الخط 102 مش 101 اللي جاي من نتانيا إلنا، الخط المستوطن القديم اللي هو بربط من نتانيا لبيت حيفر هين بكات، الخط تبع المستوطن القديم صار صار يخيموا الحمل يحطوه على البلد، بدوش رئيس البلدية تدفع على البلد أحارته ولا أحارة فلان ولا على المقاطعة، صارت تدفع على نور شمس وعلى كتابة. بكت معانا ذنابي وشويكي والدمج دمجونا، كانوا ذنابي وشويكي ظلينا احنا وكتابة. كانت الكهرباء عندنا ممتازة جدا شايف شيخ، فهسا بالوقت الحاضر صاروا يطفوها كل يوم وبوقت معين. هسا الشباب يعني الحل الوحيد لهم اللي هو ترجع الكهرباء. شباب كل يعني من جيل 19 20 شايب نزلوا على الشارع وسكروا الشارع اساس يوجدوا حل للشغلة هاي شايف. فالحل يعني بقول شو واحد، الحل انه المحافظ برضو اخذ الخطا بخطا ثاني، اجى المحافظ نزل على الشارع يعني ما قابل الناس كبار وقابل الناس يعني اجوا على اولاد صغار على شباب صغار، وهذا اللي صار عندنا على الشارع. نحن في البدايه مع سياده القانون ونرفض بالعام وبالمجمل وبالتفصيل وبكل
ضرت أخلاق المساس بالسلم العام والسلم الأهلي وتسكير الشارع هو مرفوض من قبل جميع المؤسسات والفعاليات وعلى رأسها حركة فتح بالمخيم، ولكن يجب الأخذ بالأسباب. الأسباب أن بلدية طولكرم أجحفت في حق مخيم نور شمس. توجهنا في اللجان إلى بلدية طولكرم منذ البداية ومنذ اللحظات الأولى لبدء المشكلة في الأواني السابقة قبل 9 أشهر، وفي اليوم اللي حصلت فيه المشكلة مباشرة تم تحويل 350 ألف شيكل من مصاري الكهرباء لبلدية طولكرم، ولكنها أجحفت بحق مخيم نور شمس، وهي اللي وصلتنا لهذا الحال اللي إحنا وصلنا له اليوم، تسكير الشوارع وأخرى مرة ومليون مرة. وكل مرة إحنا ضد تسكير الشارع تحت أي ظرف من الظروف، على الأهالي والإخوة والأحبة الاحتجاج بطرق محترمة ومهذبة، ولكن البلدية هي أجحفت بحقنا ويجب حل المشكلة من جذورها. واليوم البلدية بتيجي بتقول لك أنا أعطيت مخيم نور شمس حقه كامل، بس بعد إيش؟ بعد ما قتلتونا وقتلتوا عنا ثقافة الالتزام وثقافة القانون، هي كنا إحنا نتغنى فيها على مستوى الوطن، ولكن أنتوا في بلدية الكرم انتوا اللي قتلتوها. والاخ اللواء الدكتور عبد الله كمير مشكور كان معنا على تواصل واطلاع مباشر من اللحظات الاولى واوصى بحل المشكله. توجهنا الى الحكومه، الدكتور رامي الحمد الله لم يقصر ولو بقيد امله. توجهنا الى وزاره الطاقه، سلطه الطاقه، اخذنا جميع الخطط المستقبلية لحل هذه المشكلة، ولكن يجب أن نعترف ونقول أن البلدية هي الأساس بحق، هي الأساس التي أجحف بحق مخيم نور شمس، وهو من أدى إلى هذا الحال. ليش؟ لأنه في نور شمس العديد من الناس قاعدين بيستخدموا الكهرباء على الطالعة والنازلة، وهذا الكلام لا يجوز. بطل يكون في غازات عند كثير من الناس، صارت الناس تستخدم 5 صوبات و6 صوبات و7 صوبات و10 صوبات. صرت أنا بشوف الناس قاعدة، أنا شخصيا شفت بعض الناس قاعدة بتدفع على الصوبة خارج المنزل، وبالتالي طبيعي جدا إنها تطفي الكهرباء، فاللي ببلاش كثر منه. فالإسراف في الكهرباء وعلى اعتبار بأنه يلا ما هو ببلاش هو اللي بيؤدي لهذه المشكلة، وهو اللي بيؤدي لهذه الكارثة على الغالبية المطلقة اللي موجودة في نور شمس، واللي ممكن لها كل المحبة والاحترام. غالبية أهل مخيم نور شمس معنيين بحل المشكلة، لكن هناك فئة معنية بالتخريب على هذا المخيم الصامد، هذا المخيم المناضل، هذا المخيم الذي قدم العديد من الشهداء. هذا المخيم نجل ونحترمه ونقدره، لكن ما حدث خروج البعض عن القانون، وبالتالي غير مسموح حتى لو كان في لك حق. يعني فما بالك انه ما لكش حق، حتى لو كان في لك حق بتعبر بطريقة محترمة وبطريقة وفق القانون والنظام. اما ان تغلق الشارع، ان تقوم بالاعتداء على الممتلكات العامة، هذا عيب وهذا لا نسمح فيه اطلاقا اطلاقا. فما بالك انا شخصيا جيت وشفت بعيني وتعمدت اني اجي واكون بين الناس، سمعت كلمات سيئة، سمعت شتائم سيئة، شفت ممارسات اسوأ من سيئة، شفت نساء بتبكي في السيارات، شفت اطفال بيبكوا في السيارات، شفت الناس قاعدة بتضرب على السيارات وعلى اسقف السيارات فيها اطفال وفيها نساء. ما حد بيكبر في هذا الكلام، ما حد بيكبر.